الشافعي أحد مربي النحل في ولاية باتنا منذ 20 سنة، يقول عن موسم هذا العام أنه الأفضل على الإطلاق من حيث وفرة مراعي النحل. الأمطار الأخيرة والثلوج خلات الطبيعة تظهر فيها نباتات عندنا ممكن سنوات ما شفناهاش. الله النووي راك تشوفيها والأعشاب وكل الكاليتي راها تجي فيها تجي أي دواء يجيها. غطاء نباتي كثيف ومتنوع يوفر الرحيق وغبار الطلع بكميات كبيرة، ما سينعكس إيجابا على مردود العسل هذه السنة كما ونوعا. الغطاء النباتي المتنوع ينعكس إيجابا على منتوج العسل كما ونوعا، من ناحية الكم أن تكون فيها الوفرة ومعدل منتوج الخالية راح إن شاء الله يرتفع، ما من ناحية النوع أكيد بحكم تنوع الغطاء النباتي فالعسل سيكون متنوع من حيث المكونات ومن حيث المنفعة الصحية لجسم الإنسان. وبفضل هذه المراعي المتنوعة لم يضطر مربو النحل بولاية باتنا هذه السنة إلى التنقل خارج الولاية بحثا عن الأعلاف كما كان عليه الحال خلال السنوات السابقة. العام هذا ولاية باتنا راهي ما شاء الله الحمد لله فيها مراعي جيدة خلاتنا ما تنقلوش إلى المناطق البعيدة. ويتوقع مربو النحل هذه السنة إنتاجا للعسل قد يصل 5 كيلوغرامات في الصندوق الواحد.